كنت يا فضيلة الشيخ أشتغل مع رجل في الحلال وصمت معه رمضان، وعندما أتانا عيد الفطر قال لي الرجل أنا دفعت فطرتك مع أولادي، هل يصح ذلك وهل سقط عني الواجب؟ جزاكم الله خيرا. إذا لم تكن وكلته في ذلك وأمرته بذلك فإنها لا تجزي عنك، لأن إخراج الفطرة إخراج صدقة الفطر عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالأصل أن تخرجها أنت بنفسك، ويجوز لك أن توكل من يخرجها عنك، فإن أخرجها أحد عنك بدون إذنك وبدون توكيلك فهي لا تجزي. جزاكم الله خيرا. إلا إذا كان الذي يخرج الفطرة عن الغير ممن يقوم بمؤونتهم. إذا كان الذي يخرج الفطرة عن الغير ممن يقوم بمؤونتهم فقيم البيت أو الوالد أو الكبير من الإخوة الذي يعول من في البيت فإنه يخرج عن نفسه وعن من يمونه من أهل بيته. جزاكم الله خيرا.